وحشتيني يمه. مين الكائن ده؟ أنا عكاشة، عكاشة ابن سلام أبو عيد من نجع الصعيد. ولدك، ولدك اللي اتحرم من حنانه طول عمره، ولدك اللي قعد 11 سنة يرضع صناعي. 11 سنة بترضع صناعي؟ فراغ يا ابني. أنا ما اتجوزتش إلا مرة واحدة وما عنديش غير 3 ولاد، يعني أنت مش ابني. مش هتعرفي تهربي مني، لأن معايا تصويرة والتصويرة ما بتكدبش. أيوة، نفس العيون، نفس البق، نفس الشعر اليلو، نفس السريه اللي على الترنج. وبعدين هم شنتي صاحبة الفلة. أيوة أنا صاحبة الفلة. يبقى أنت أمي. أنت تايه يا ابني، هو أمك اسمها إيه بالظبط؟ لا، لحد هنا واستوب. محدش حدانا في البلد بيعرف اسم أمه، ولا الراجل يعرف اسم مرته إلا لما يطلقها، يعني يقول لها أنت طالق يا جوليا، طالق يا سندرين، حسب الاسم يعني.